تبع محمود فلاح جاهز نشوفه راجع لكم. محمود خليك معنا راح نرجع لك ان شاء الله. محمود بن فلاح العطوي راح يكون معنا، عبد العزيز الشهراني وعبد الله الجيبان ومحمود بن فلاح العطوي. لكن انا وجهة نظري ما اشوفه شخص يعني يمكن بينه وبينه شويه حواجز مش عارف ليش، لكن كيف اوصل الفكره؟ انا ابغى اتكلم ابو علي كشيف، ما ابغى اتكلم كشخص. جميل. تعتقد انه شيف؟ انا عن نفسي ما الشيف الاصل اني اكل من اكله، انا من اول البرنامج ما عمري كليت حتى بيض مسلوق منه. جميل. هذا الشيء. الشيء الثاني ما عمره اعطانا اي توجيه، سواء فوق الهواء تحت الهواء جنب الهواء في الساحه فوق اي مكان، ما في اي تلميح لاي اكله. جميل. توجيه يدل على انه شيف. توجيه لا، اقصد انه اصل الشيف وجوده يخلي الشخص اللي ما يعرف يطبخ يحب فكره الطبخ. يعني محمود ما تدري هو شيف ولا مقدم ولا لا، بس النقطه هي اللي اقصده انه اصل وجود الشيف هو يعطيك استفيد. يحببك باسلوب الطبخ، مو انه والواقع طيب يا محمود. ها والواقع مختلف تماما صراحه. وش كيف يا جماعه؟ من اي ناحيه؟ يعني اللي صاير جالس يحببكم جالس يفكرك مع الطبخ. انا اتكلم، اضرب لك مثال على نفسي. ايوه. انا لما اجي في فقرته ما اعرف اطبخ، بالليل اخر الليل اطبخ احلى اكل. المتسابقين ينتظرون طبخك، وانا سمعت واحد المتسابقين يقول يا رب محمود يكون جوعان عشان ناكل شيء في الليل. فالاصل اذا انا اساسا انا انسان اعرف اطبخ واعرف اوزن طبختي، ليه لما اجي معاك عندك يا ابو علي في فقرتك اضيع انا؟ ليش؟ انت الاصل فيك انك انت وجودك محفز لي اني اطبخ بشكل جيد، مو محفز اني اخرب الطبخه انا. اسمح لي بقى. طيب يا هلا وسهلا، رجعنا لكم بعد استعراض مقطعين من حلقتين مختلفه من فقره بروفايلك، فيها الهدف الرئيسي او الشخص الرئيسي محمود فلاح. محمود صبحك الله بالخير ويا هلا وسهلا فيك. صبحك الله بالنور، يا هلا والله اخوي زياد، حياك الله. الرجل الذي في 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 سيره في البرنامج، والله العظيم لك دلائل وقدوات كثيره في هالمجتمع، عسى الله يقويك ان شاء الله. اللهم امين. الله يسعدك. الله محمود يبعدك. معك هاني العنزي. تفضل اخوي هاني. محمود صبحك الله بالخير. صبحك الله بالنور والسرور. ندمان يا محمود انك انتقدت ابو علي؟ انا ما انتقدت ابو علي، انتقدت الشيف. حتى انت قلت انا بغض النظر عن شخصيه ابو علي انا اتكلم عن ادائك كطباخ، صح؟ اي نعم صحيح. انا استغربت اليوم بغيابي، يقول لما جاء اسمي في القرعة يقول نفسيه. ترى انه جالس ينتقد ادائك ولا ينتقد شخصك؟ انا شوف كلمه نفسيه ايش يعني بنفسيه؟ كلمه نفسيه ما تطلق الا على شخص بيني وبينه تعامل واحتكاك علاقات عاديه اجتماعيه. انا وبيني وبينك احتكاك في مسابقه وفقرات، ما بيني وبينك علاقات اجتماعيه. محمود انت تتساءل ايش يقصد بكلمه نفسيه، صح؟ ما ادري صراحه. تتساءل؟ اي ما لا طيب. لا هي ما طيب. ما يبغى ناخذ ابو علي. ابو علي صبحك الله بالخير. ابو علي معي في مداخله هاتفيه. الشيف عبد الله الشهري صبحك الله بالخير. صبحك الله بالنور. يا هلا وسهلا. سلمه. كيف امورك ابو علي؟ خير، جعلك بخير. سمعت النقاش طبعا ابو علي، ما معنا في مداخله من داخل الكنترول. ابو علي ايش تقصد بكلمه نفسيه عندما ذكر اسم محمود فلاح في القرعه؟ والله يا محمود زي ما انتم سمعتوا قبل شوي انه ينتقدني ويسمع يتكلم فيه ما شاء الله، يقول ما ذاك شيء من طبخي، اذا جاء في المطبخ يطبخ في الليل تمام، واذا جاء عندي في الفقره ما يعرف يطبخ. هذا انسان ما هو واثق من نفسه قبل كل حاجه. ايش ما وين الانتقاد في الكلام ده؟ محمود خليك معي دقيقه. ايش المقصد من كلمه نفسيه؟ انا ما ابغاك تفصل ايش قال. اي ناظر فيه في المطبخ، احط عيني في عينه يقول لي ايش في؟ ايش في؟ ايش في؟ اطالع في ادمي عادي، اقول يقول ايش في؟ قلت ولا شيء. يا زياد لبيه، روح يا محمود. يا حبيب قلبي انت. اسمي نفسيه. طيب اسمع، نسمع يا ابو علي محمود. يا زياد تفضل. يعني تخيل واحد انت صاحي بعد صلاه الظهر وتبغى تركز على الطبخه، يجيك بوجه ما شاء الله تبارك الله مكشر ومعبس، عرفت كيف؟ وكل ما طالع فيك يسوي كل شوي شايفك، احذرك يا ويلك، انا مراقبك، انا مدري ايش. اي مراقب يعني انا ماني بحاجه. دقيقه هاني ابو علي، تعليقك على الحركه هذه اللي اشر بيده محمود فلاح بانك تقول كذا وسط فقره غداكم، غير كذا سؤال. محمود نسمع سؤال اخر طيب فقره أفسد. اخر فقره بيني وبينه حلو، اعطاني طبخه وانا طبخت طبخه مختلفه وخذيت 93 واكل 3 صحون، يعني خلص اكل المتسابقين مني، عرفت كيف؟ ورغم ذلك شايفني نفسيه. اذا انا اجيب 93 وتاكل من اكلي، تعرف ليش؟ طيب. على اي اساس انت تقول لي نفسيه؟ الطباخ الجيد هو النفسيه. ابو علي تفضل.
هذا دليلها ان الطباخ الجيد نفسيا. ابو علي يعني الصوت لك يا ابو علي، خليني اجاوب على السؤال بعدين اجي بس ابو علي انت تجاوب، جاوبني على سؤال واحد كان بامكانك تكلم محمود بينك وبينك كذا مباشره يقول له نفسيه قصدك. تعرف ليش يا ابو علي؟ تفضل. لانه احنا فقرتنا الناس كلها تشوفها، فاحنا نتكلم عليك وانت تشوف. انت تكلمت عن رجال وهو راقد. ابو علي تعليقك صح يا هاني، ترك محمود قاعد هاني قبل الرد على هاني. تعليقك على الحركه هذه يا ابو علي تشوف حبيبي الحركه هذه عارفين الشباب من اول ما جو البرنامج اي بمعنى اني اسويها عن طريق مزح وسوالف. لا 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 ما محمود لا خلني اسمع محمود، ولا طلبت انك تمزح معي انا محمود اعطيتك فرصه. معلش زياد معلش زياد محمود دقيقه بس خلي اعلق خلي اعلق وبرجع لك. تسمح لي بس اسمح لي انت اعلق وبرجع لك. انا اتكلم محمود. ابو علي تفضل تفضل تفضل. عندك منصور عندك صالح القحطاني كلهم نمزح معاهم وكلهم يضحكون لما اسوي الحركه هذه. اسوي كذا كلهم يضحكون يعني هذه حركه طبيعيه عادي والشباب كلهم يشربوا الكلام هذا. محمود اخذها بحساسيه لانه هو نفسيه. محمود تعليقك؟ هو اخذها بحساسيه لانه هو نفسيه اصلا. محمود اسمع هو اول ما شوفني على طول كانه شاف جني. محمود شوف كيف يضحك اسم الله عليه. الله يديمها. اسلم حبيب قلبي. زياد والاستاذ هاني فقره المطبخ عليها نقاط. جميل. النقاط هذه تحكم وصولي للنهائي او اخذي الجائزه اساسا. جميل بسم الله عليك. يعني الان ابو علي اليوم دمر الشباب بالتقييم عرفت كيف، وما ندري عن القادم ايش هو ولسه ما شفت شيء. فهو متحكم في مساله مصيريه بالنسبه للشباب، فضروري منا انه يتعامل معانا بحياديه اساسا. ما حلو. يتعامل معانا انه يمزح او ما يمزح او يوم جاي مقفله معاه ويوم جاي مبسوط ويوم جاي يلعب معانا قزبعي ويوم ما يبغى يلعب معانا قزبعي. هو شغلته انه يشرف على الطبخه، مو شغلته انه يجي ينرفزني ولا يجي يزعلني ولا يقيم الطبخه ويعطينا النقاط ويمسك الباب بس. طيب محمود نسمع ياسر عباس. ياسر تعليقك. ابو علي سم. شوف ابو علي شوف انت دائما كذا طبعك، انا اللي اعرفك اذا شفت نفسي غلطان ما تعرف تقول انا اسف. ناجح تشعر مشكلة محارب. أكثر قلت لك تحاول يعني ناجح. تحاول تلفها كذا يسار عشان ما تقول أنا أسف. ترى عادي الاعتذار الاعتذار مشيئة من الرجال، ما في مشكلة تقول أنا غلطت على الرجال. من هو؟ أنت تقول أنا غلطت يوم قلت عني نفسية يعني يوم قلت على الرجال نفسية هذا مش طيب. إذا يا محمود إذا أنك زعلان منها أنا آسف يا أخي. أنت زعلان؟ أنت هنا أنا آسف. أنت هنا أنت هنا على السلامة. طيب عندنا عندنا شيء أكبر من كذا احنا ترى. رضيت يا ياسر؟ لا أنا ما أقول لا أبو علي لا تجيب قالب استهبال. أنا ما استهبل. أنا أتكلم معك باحترام ما تقول استهبال. طيب لا تجيب قالب استهبال تقول لي أنا. أنا ما استهبل معك. أتكلم معك باحترام ما استهبل معك أنا. مو بأنا اللي أرضى. ما استهبل معك أنا. مو بأنا اللي أرضى. أبو علي أنا استهبل معك. لأنه أنت من أول مداسمة. لأنه أنت من أول مداسمة. ويتكلم محمود فلاح وتقول قاعد أتكلم عليك. لا إله إلا الله. محمد جالس تستهبل. فأنت تستهبل. إذا لا تمانع أحد يستهبل عليك. علي اول شيء احترم نفسك ولا رجولك وجه زي الناس. خلنا نسمع طيب ابو علي. اسمع ياسر احترم نفسك ولا رجولك. مالك دخل ابا كمل ابو علي مالك دخل في جلستي. اول شيء نزل رجلك مالك دخل في جلستي. اجي زي الناس مالك دخل في جلستي. مالك دخل في جلستي. السؤال ما كان لك. مالك دخل في جلستي. احترم نفسك وجه زي الناس. احترم نفسك تتكلم براحتك. احترم انا اتكلم ما حد كلمك يا علي. محمود فلاح اسمح لي دقيقه. ابو علي اسمح لي. ياسر عباس تفضل. ترى قاعدين نتناقش يعني ما ودنا ندخل في تفاصيل. وش قاعد تتناقش اتناقش معك ابو علي. ابو علي ابو علي اعطيتك مجال تتكلم. ما ودي والله سكر مايكك. نسمع ياسر واعطيك نقاش. ابو علي يا رجل تفضل. ترى الدعوه في المطبخ ما هي مساله تحدي. اصبر ما شفت شيء. دقيقه بس اكمل. انت قاعد تقول اصبر ما شفت شيء لسه الخير قدام. ما عليكم ثواني اوريكم. ترى الدعوه مقدم محايد وشيف مميز وقاعد يقيمون شباب مبتدئين في الطبخ. تسلم. يعني الدعوه ما هي مساله نرفز او تحدي وراح انتقم وراح اردها. المساله ترى اكبر من كذا. المساله في نقاط. دقيقه. المساله انه في شباب هنا موجودين في البرنامج يحاولون بشتى الطرق ان يبحثون عن النقاط. ما يبحثون عن مزاجيه ابو علي. متى ما كان مروق زادهم في النقاط، متى ما كان زعلان خسفهم في النقاط. وكم مره يا ابو علي جينا وعطينا بنود واضحه وصريحه. انت حتى ما تقبلت تعطيها لابو كاتم. ما تقبلت تعطيها لابو كاتم لان ابو كاتم ما اعطى قرار. ما حبيبي ما في شيء اسمه اعطى قرار. تقدر تقترح عليه ترى مو عيب، بس انت ما تبغى. قول انا ما ابغى اختصرها. كيف ما ابغى يعني مثلا على سبيل المثال امس تجي تقول انا شباب جاملتكم ولا انتم ما تستحقون، ترى اعطيتكم خمسه كذا من عندي من راسي. طيب. اليوم ما انت مروق قلت لا اليوم صفر. مين الشباب اللي امس؟ ما ادري والله انا ما ابي ادخل. هو ما ادري هو ما مساله هو مش مساله يفضل مين ولا يبغى مين، لكن هي على حسب مزاجيه ابو علي. متى ما كان مروق ابو علي تعليقك على كلام ياسر نقاط. متى ما كان مو مروق تعليقك يا علي ياسر رجاء تعليقك ابو علي. ياسر انا ما هو اني اجامل. لا والله ما اجامل. امس قلتها بلسانك. اسمع الشباب
أمس النظافة عندهم الأفران ما فيها شيء. جميل. نظيفة. بقع بسيطة. هذه اليوم زيت ورز فوق الأفران. لا 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 لا, لا, لا غير صحيح. أنا شايف الفيديو موجود. موجود. خليك كمل. لا يكون شيء غلط. خليك كمل. إسلام. إذا في شيء غلط عرض التقرير. تفضل يا أبو علي. أعطيتهم خمسة الشباب. جميل. أعطيتهم خمسة نعم. أنا أعطيتهم خمسة الشباب. واليوم كان الفرن إيش فيه؟ فيه زيت وفيه رز مكبوب عليه. طيب ابو علي نسمع علي الغامدي. علي تفضل. شيء بس نقطة عليها نفسها. رجاء ياسر والله. طيب. ما عندي وقت. تفضل. طيب. يا علي. اول ما طلع بنود مع ابو كاتم اجتمع مع الشباب وقال لهم كلمة واحدة، لو القى نقطة واحدة نقطة موية ما عندي اصلا حلول. صفر. تمام. جميل. ابو علي اذا الجمهور شب عليه بتويتر والناس شبت عليه، اليوم اللي بعده رضاء تام على كل المتسابقين، طق الدرجة كاملة عشان يطلع من الموضوع. يعني تشوف ان ابو علي يتأثر من الجمهور. يتأثر من الجمهور، والهروب باليوم اللي بعد انه المتسابقين لازم ياخذون درجه كامله عشان يرجع سالفه اليوم اللي قبل. لا ما هو انا اتهرب على الغامدي. تفضل ابو علي. انا ما اتهرب وانا قراري واحد ما اتهرب منه. اجل وش سالفه الخمس نقاط؟ ايش في الخمس نقاط؟ الخمس نقاط انت قلت نقطه مويه. طيب ما في مويه. انت انا اتكلم علي. علي وش رايك؟ علي في صوره جاهزه نشوفها على النظافه ونرجع. ابو علي نشوف الصوره سوا ونرجع. محمود خليك معنا. تفضل اعطونا الصوره يا مخرج. ابو علي على الصورة. وين الصورة؟ وين الجلوفز؟ وين هذه ليلة جنوبية وما احط هذه ليلة جنوبية وتنور ونار. النار كيف احط الجلوفز في النار؟ احط بلاستيك في النار كيف؟ انا حاط يدي في نار. طيب الكاب هم مستطبخين بثلج ترى المعلومية الشباب. الكاب ثلج؟ اي كيف ينظفون الثلج؟ ابو علي الكاب. ابو علي اي كاب؟ القبوع حق الشيف. والله ايام الجنوبية في الايام الجنوبية ما حطينا نحط كاب نحط قبوع ونحط مريلة. احنا في برنامج على شاشة الان. سم؟ حنا في برنامج وعلى شاشة. بس حنا عشيرتي وليلة جنوبية. يا زياد اسمنا الشباب يطبخون طبخ فرنسي عرفت؟ يطبخون أكل نفس ترى كلنا سعوديين نطبخ نفس الأكل نفس. أبو علي عندي أنت عندك استراتيجية في الهروب من المشاكل. لا ما هرب. ذاك اليوم جينا نناقشك عن موضوع رحت قلت لي يا هاني يا محامي يا هاني يا محامي يا محامي. طيب بعدين رحت تكلمني في الأسرة المنتجة. اليوم الشباب يناقشونك في موضوع اللي هو رحت تتكلم في نزل رجلك لا ترفع صوتك. هو أنا يتمسك في قشة في البحر أبو علي ركز لكي ينجو منها. ركز في الهدف شفت. أنا بقول لك كلام ما عندي وجهة نظر بتريحك يا أبو علي وتعجبك. شوف يا أبو علي احنا اتفقنا الـ 15 تكون خمسة على نظافة الشخص، خمسة على نظافة الفرن، خمسة على نظافة الأدوات والصحون. جميل. اليوم يا أبو علي أعطت الصفر وحنا قلنا ليش في صفر وفي 15؟ ليش اسمها 15 درجة؟ عشان ممكن واحد ياخذ 2 3 4 10 14 وممكن ياخذ صفر اذا كان الوضع دمران. صراحة يا ابو علي انا تابعت فخة المطبخ اليوم على الهواء. طيب. اللي شفته كان المكان نظيف جدا الحقيقة. طيب عيد. طيب في ابو علي قبل اخذ تعليق محمود اعطوني محمود ما الشباب أنا. دقيقة بس بختم عشان محمود تفضل سبب. فاهم ايش عندك. تفضل يا بعدي حبيب قلبي. انا شخصية ابو علي كشخصية اقدر جدا واستمتع بالجلوس معه والسواليف. جميل. لكن كعمل ما استطيع احتك معه لانه انا ما اسمح له بغيابي يعطي تصور من خلال الاعلام اني انا نفسية. كونه هو ما ارتاح لي او كونه هو يشوفني ند له اني انا طباخ وهو طباخ ويشوفني ند انا ما يمنع اني انا يشوفني نفسية. انا ما اسمح له انه يقول لي انا نفسية لكن انا اقدر جدا جدا اعتذاره. شوف رغم ذلك حنا تحت الهواء ترى نضحك مع بعض وأمس في الليلة الجنوبية رقصنا مع بعض ولعبنا مع بعض لكن لما نجي في العمل يا أخي. طيب. ما نبغى يقول عني نفسية يقول عني مدري إيش لأني أنا ما أبغى أحد لأنه تخيل أحد سمعها اليوم منه وقت القرعة يقول محمود نفسية. مين محمود نفسية يروح يدور يا أخي هذا شكله نفسية فعلا فعلى أساس هو يعطي الانطباع هذا. أنا ما سمحت له يعطي الانطباع ذا لكن كونه الآن اعتذر فأنا أقدر اعتذاره والاعتذار من شيء من الرجال. وشكرا لك يا ابو علي. يا محمود والله يسمح دروبك. شرفتنا يا محمود الله يسمح دروبك ان شاء الله ويسر امرك. الله يسعدكم يا ابو علي. تعليقك على النقطه الاخيره هذه. والله انا قدمت له اعتذار واذا كان باقي لسه في خاطره شيء يبشر باللي يرضيه. بيض الله وجهك وافي يا ابو علي. أكمل. علي هاني على عجاله. اكمل ابو علي. فانا اقول لك انت ودي في الايام الجايه اذا صارت في اشكاليه او شيء تروح تواجه المشكله مباشره. طيب. دون ان تذهب لموضوع نزلت رجلك ولا تستهبل اسر منتجه. أنا خلك في نفس الموضوع ونحط جعرجة وارتاح. بس اللي يبغى يتمسك فيه اي شيء عشان يطلع صورة سيء. بسم الله النقطة الثانية يا ابو علي سم
لازم يا ابو علي تعيد النظر للموضوع بينك وبين الله عز وجل. تعيد النظر في الموضوع هذا. مو معقوله امس المجموعه قلت لهم عيد الكاميرا هاني طيب اصبر بنعيد الكاميرا بيورونك بيور الكاميرا. مو معقوله ابو علي امس لان المجموعه تحمل اسماء معينه من اللي لهم جماهيريه طاغيه رحت قلت ايش او لاسباب اخرى يعني اسباب اخرى والله. تتعلق بعلي بعبد الله الشهري وواحد اسمه الكلثمي لانه شهري مثلا ولا لا معلش انا اقول اضرب كذا وقف يا هاني كذا وقف اسمع ابعطيك فرصه ترد انت اسمعني يا هاني ابعطيك فرصه ترد ما خلصت انا كلام من اكثر الناس اللي خسفهم سعد طيب معلومة. اكثر شيء اكثر واحد اكثر واحد انا يمكن تقول علي الكلثمي يمكن ما اخذ حتى حد 70 75 ما طلع فوقها طيب بخلص كلامي بس وانت رد على كيفك طيب فانا اتمنى يا ابو علي مو باعتبار ان هذا جماهيريته عاليه وجمهور يضغطون علي او لان هذا جنوبي وهذا شمالي ما هي ما هي يا ابو علي اصبر اصبر تعلم مو طباخ تحط الطبخه على النار اصبر يس يس طيب فكون yes. هذا لاي سبب كونه جنوبي او كوني مرتاح له او كوني احبه او اي سبب اخر بعطيه درجته وقلتها على الهواء بمشيها لكم أبعطيكم فأعطتهم خمسة من هنا وخمسة من هنا طيب. أتمنى يا أبو علي تراجع هالموضوع بينكم يا الله أما إحنا كفقرة بروفايلك أنا طيب. ما أشوف في أي أحد من الشباب له حق يناقشك يا أبو علي لأنه يا أبو علي الناس اللي تقيمهم راضين عن تقييمك فبالتالي أنا أقول لك يا أبو علي أنت وضميرك واستمر كما أردت واللي تعطيه خمسة عطوا خمسة واللي تعطيه صفر عطوا صفر وأنت حر يا أبو علي أنت نجم وشيف كبير ولك كامل الحرية تقيم من تشاء بما تشاء محارب. دون أي اعتراض والناجح دائما والناجح يا أبو علي مثلك دائما محارب وانت جبل يا أبو علي ما يهزك ريح فيا أبو علي أتمنى أتمنى يا أبو علي في كل فقرة من فقرات المطبخ أنك تقيم بهالأداء وما أبغى أسمع 60 و70 خليك ب 40 30 ايش فيها 30 20 20 30 حلوة يعني متوافق والله بقى. اذا كان يستحق ال 30 او ال 40 والله لا اعطيه اهنيك يا ابو علي وابو علي يستحق ال 100 يستحق ال 100 والله لا اعطيه اضيفك مش شعر بيت ابو علي حط ملح ما حط ملح ما حد يذوق الا انت يا ابو علي ما حد داري فحط 10 15 انت حر لاني يا ابو علي انت النقاط تدفعها من جيبك عرفت فما ودي تفلسف تفلس نهايه البرنامج خليك حريص على قروشك وعلى نقاطك ابو علي البرنامج عندنا نقاطك ابو علي خذ راحتك ابو علي انت هاي. نجم يا ابو علي عندك شيء تقول ابو علي اي عندي كم معك تفضل الحين تقول يا علي اني محايز ومع علي الكلثمي وما ادري مع مين هاني مو بنا انا اقول مثال اسال هاني. سؤال جاوب عليه لا لا ما تقول سؤال ما تقول انت 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 قصدت لا لا يعني لا, لا, لا انت كيف تدخل في نيتي يا ابو علي تقول لي انت تدخل في نيتي علي الكلثمي تدخل في نيتي يا جماعه جنوبي شمالي جنوبي شمالي شفت كيف تدخل في نيتي سبحان الله ابو علي ابو علي تدخل في نيتي يا ابو علي انا اقول سؤال لاي اعتبارات لا تخلي الاعتبارات دي موجوده طيب نسمع يا هاني ابو علي خليك خليك صريح ابو علي ابو علي نشوف مقطع ونرجع تفضل نشوف مقطع ونرجع مع بعض خليك معنا يا ابو علي هنشوف المقطع نقول المتسابق الثاني اللي راح يكون مع عبد العزيز الشهراني ونقول ستوب عبد الله الجيبان ايضا الهاتريك لا غير غير ما يكون معنا هاتريك لا لانه ثلاث مرات لا ما يطلع معنا كنترول عبد الله الجيبان دقيقه كنترول كنترول لا ثلاث مرات لا كنترول خلنا نشوفهم ابو علي دقيقه يقول ثلاث مرات اسبوع ذا مستحيل عادي ثلاث مرات يقول عادي لا مو عادي يقول هذه قرعه وكاتم ثلاث مرات يا ابو كاتم هذه قرعه اسبوع مرتين ما هذه قرعه اسبوع بكره طيب طيب هذه بدايه اسبوع عطنا متسابق الثالث ما بدايه اسبوع الا هذا الخميس اسبوع خميس كيف بدأ الأسبوع؟ أعلمك أنا بعد لحد طيب هذا لحد؟ إيه لحد هذا الخميس بكرة الخميس بكرة شو فيكم أنتم؟ لا لا خميس باتشر يا هلا وسهلا رجعنا لكم مرة ثانية أبو علي تعليقك أو ليش رفضت وجود النجيبان في المطبخ؟ لأن في زد رصيدك حصلت مشكلة وكان طلع صالح الزهير الله يذكره بالخير أربع مرات وثلاث مرات نفس الأسبوع اعترضوا الشباب فقالوا إذا أن المتسابق طلع مرتين في نفس الأسبوع ما يطلع المرة الثالثة بس زد رصيدك شيء وحياتك شيء لا هذه قرعه نفس القرعه لا تختلف يا ابو علي لا ما تختلف ليش ما تختلف ما تختلف يا هاني ابو علي انت هي قرعه واحده هي نفس الشاشه معلش مين معي قانوني نفس القرعه الانظمه تختلف يا ابو علي ما لا القانون الله يسعدك مو بنت الله يحفظك لا يا هاني انا حاط القانون يا هاني انا حاط النظام ثلاث مرات ما يطلع متسابق تناقشني في نظام لانه تختلف النقاط على السابقين يا حبيبي سؤال عبد الله الجيبان كيف طلع مرتين الاسبوع الماضي طلع مرتين في الاسبوع ذا اللي فات هذا سؤال كيف طلع قرعة سبحان الله طيب سؤال لو طلع عبد الله الجيبان يوم الثلاثاء القادم في مشكلة؟ الثلاثاء القادم؟ إيه؟ لا ما هي مشكلة طيب القرعة من يوم الخميس ليوم الخميس صح؟ لا القرعة من الأحد للخميس لا القرعة اللي سووها اليوم
اليوم الاربعاء، سووها من بكره الخميس، اذا الخميس صح؟ لا لا الخميس من الاحد الخميس. طيب كيف طلع بكره؟ هو طلع الخميس لانه بكره يا رجل ثلاثة ايام، بكره اذا طلع ثلاثة ايام يصير له. طيب دقيقه ابو علي، دقيقه سؤالي، القرعه سووها الاربعاء صح اليوم حلو؟ من طيب بكره الخميس الى الخميس اللي بعده صح؟ طيب يصير ثلاثة ايام طلع عبد الله جابر الاسبوع. ابو علي حبه حبه خليك معي، انا معك. دقيقه الحين القرعه اليوم الاربعاء صح؟ نعم، من الخميس للخميس صح؟ طيب طيب لو طلع عبد الله الجيباني يوم الثلاثاء القادم في مشكله عندك؟ كيف يوم الثلاثاء القادم؟ لو طلعت القرعه عليه يوم الثلاثاء القادم ما يصير نفس الاسبوع هذا. ترى شرحك صعب يا هاني. يا ابو علي، ابو علي والله شرحك صعب. في النهايه هو انت هاني انت الحين تقول الثلاثاء الجاي. انا اقول لو فرضنا طلعت الثلاثاء الجاي هي نفسها، هي يعتبر الاسبوع الجاي. ابو علي عفوا سمعني، بدايه الاسبوع يقصدها انه بدايه القرعه من بكره الخميس صح ولا لا يا ابو علي؟ من بكره، من بكره الخميس طبعا. يعني من بكره الخميس بدايه اسبوع جديد كقرعه المطبخ صح ولا لا؟ لا اضافوها. انت ما تقول انه قرعه المطبخ من الخميس للخميس، من الاحد للخميس. لا 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 علي، مو من البرنامج، القرعه سويتوها اليوم صح؟ نعم. اول متسابق عبد السهراني متى متى مطبخه؟ بكره صح؟ بكره. حلو، يعني القرعه يوم الاربعاء. القرعه الجايه متى؟ الاربعاء القادم. حلو، قبل الخميس خلاص. يعني الشاهد، الشاهد يا ابو علي معليش بك فهد ابو علي انا اسمع هاني، ما فهيت انا اسمع هاني. دقيقه عطنا صبوره يا شيخ. لا لا دقيقه ابو شوق، ابو شوق انا اسمع الخربطه اللي قاعد تقولها هاني. صبوره عشان نسمع. لا اشرح، واضحه للناس اتوقع. ايش اللي واضح للناس؟ كل الاربعاء تبدا كل الاربعاء تصير قرعه جديده لمده اسبوع صح ولا لا يا ابو علي؟ يعني الان اذا طلع مثلا عبد الله جيبان جاء خلينا نجيبها كل الاربعاء تصير قرعه جديده الاسبوع كامل صح ولا لا؟ مره ربوع مره ثلوث ما يسوي. لا هي ما هي قرعه كسر العهد. لا هي نفسها تقول كسر العهد. انا ما طقطق انا بشرح الفكره للمشاهدين. ابو علي اسمع تفضل. القرعه تصير في اي يوم من مظبوط من ايام الاسبوع. صارت اليوم يوم الاربعاء. الاسبوع الماضي صارت في يوم من الايام ومرت القرعه المتسابقين لين خلصوا. طيب حلو، جاء يوم الاربعاء خلصوا المتسابقين فسووا القرعه مره ثانيه على نفس المتسابقين فتكرر عبد الله الجيبان حظه. تكرر يوم الاحد الظاهر او الاثنين. طيب ويوم الاربعاء يعني هاني دقيقه الكلام هذا انت قلته الان. اسمع دقيقه يا ابو علي، انت دقيقه دقيقه خليني اخلص باقي نقطه. طيب تفضل. طيب صارت القرعه طلع عبد الله الجيبان مرتين. طيب حلو، الان سووا القرعه من جديد لكل المتسابقين. تمام، بالتاكيد راح يطلع عبد الله الجيبان في يوم من الايام. طيب تمام، طلع عبد الله من حسن حظه الخميس. طيب جميل اوكي، فهذا حظه وقرعه. لو طلع متسابق ثاني ثلاث ايام في الاسبوع بالقرعه، مو ثلاث ايام هو الاحد، لحظه مو ثلاث ايام، لو طلع الخمس ايام كلها بالقرعه بالقرعه ما في اي اشكاليه. هاني ذكر كلمتك هذه، هاني كلمتك هذه ما تسحبها. يعني من النهايه حرم عبد الله الجيبان ما حرم. ما حرم ما حرم ما حرم ما حرم يجي بكره. ما حرم ما حرم ما حرم. ياسر تعليقك الاخير لانه طولنا. طيب ابو علي سم، شوف انا اتمنى امنيه بس انه النقاش اللي حصل هذا كله على المطبخ انه تاخذه بجديه فقط. لا والله بجديه والله العظيم. طيب حلو، هذا اللي انا والله العظيم بجديه. طيب طيب انا اقول لك اتمنى وخلاص. بس انا اتمنى ان هاني يتذكر كلمته هذه، ما بكره يسحبها. لا تحاول تمسك اي شيء. دقيقه، هو كلامه كان واضح. لا واضح، بس انا اتمنى بكره لما نجي المتسابقين بكره يقول ليش يطلع خمس مرات او اربع مرات. هو هاني هو نعم بالقرعه لا يقول هاني انا ما قلتها. قانون وضع. اي في نقطه ابو علي. اي نعم اسمع يا ابو علي، خليك واضح مع المتسابقين. هذا كلامي، اسمع الكلام الحين. اذا المتسابق طلع بالقرعه من حقه. طيب خلاص، اذا الاداره قررت تغير النظام. ما في الاداره، لا تسمع، لا تسحب كلامك الان، خليك قد كلامك، لا تسحب كلامك. انت حطيت النظام انت. خلاص انت حطيت النظام. طيب خلاص دقيقه، اذا الاداره قررت تغير النظام وكلمت. انت اللي حطيت النظام انت. طيب دقيقه، اذا الاداره قررت تغير النظام وطلبت مني اعيد صياغه نظام المطبخ. ليش تسحب كلامك الان؟ اصبر، اذا الاداره انت خليك قد كلامك، لا تسحب كلامك هاني. دقيقه يا جماعه، ابو علي كلنا تحت اداره هنا، تحت ابو كاتم يغير ما يريد. احنا ما قلنا ليش بكم الحين ترجعون في الكلام؟ ما رجعنا خلنا بالنظام حق هاني. انا بس يقول هو اللي حط، خلنا بالنظام هاني. بس هاني ركز معي، هاني ارحم والديك. هاني بقول لك وش طلعت عنا. انا الف ون الاداره تجتمع وتقول فكره البرنامج. طيب ليه ما تقولون تعال يا قانوني سو صياغه للكلام ذا؟ طيب ليه اجي انا اخذ كلامهم واصيغه؟ حلو، لما قلت انت النظام كذا قلت لك لا، انا اللي صغت النظام وانا ادرى فيه. طيب حلو، الان الاداره اللي سوت النظام لو جت كلمتني وقالت يا قانوني تعال غير النظام اجي اغيره. والله هاني والله هاني ما حد يا عبد الله الشيري، والله هاني ما حد عرف لك يا محامي. والله واضح، والله ما حد عرف، والله ما حد عرف. الان تقول انا حطيت قوانين من المشكله. انا ما انت قاعد، انا ما ابو علي، ابو علي الله فكك يا ابو علي، الله فكك بمتسابقين لا يملكون خبره اعلاميه. مدحوك وتورطوا. بسم الله عليك. تورطوا فيك. الشيء الاخير، اخر شيء، الشيء الاخير يا ابو علي تفضل. لازم تعرف وهذا شيء انت اكيد عارفه، ان لك كل الاحترام والتقدير حبيب قلبي كشخص
الله يرحم والديك. لكن سننتقد وسننتقد وسننتقد اذا بقي بعض الاخطاء اللي موجوده في المطبخ من البنود وغيره. ابسط حق من حقوقك. تعليق علي الغامدي. والله ما زلت بقول ان ابو علي ما زال يتمسك في قشه في بحر عشان يطلع مشكله. لا ما في مشكله اصلا. اي شيء عشان يطلع مشكله اصلا ما في مشكله. عشان في مشكله يا ابو علي. تعليق في مشكله ومشاكل. تعليق الاخير بس ترى عشان محمود فلاح. يعني لو غير محمود فلاح في مشكله المطبخ كان ما تدخلنا. لو في ناس ثانيين قالوا لا ابو علي كويس لو هم كان ما تدخلنا لو هم راضين. طيب تفضل ابو علي. طيب أعطاكم العافية وما قصرتوا. الله يعطيك العافية. ختم خيركم والله يرحم والديكم. بس برضو أقول لهاني لا يسحب كلمته هو اللي حط النظام. طيب شكرا لك أبو علي. شكرا لك. شرفتني يا أبو علي. عندنا تقرير الليلة الجنوبية جاهز نروح نشوفه وراجع لكم مع بعض. خلوكم قريبين.